أخبار اليوم. وتعبانه وفوق فجالها المايه من الدور برد وقالوا فيه ارتشاح، قولوا جهاز بويز. جهاز ايه؟ جهاز المايه. يعني جهاز المايه؟ ما اعرفش ولا اقول. حاضر، انا حاضر. اسمها ايه؟ اسمها رضا تحصل موجوده في اني رعايه. فين مدير مستشفى؟ انا معاك يا سيدي. شوف القصه ايه. انا دكتور، مش عارف ايه اللي بتتكلم عليه. انا هغرب التفاصيل وارد على حضرتك دكتور. وانا والدتي بيجي اكتر من 4 5 6 مرات ويرجعنا عشان خاطر السرير. ما فيش سرير، ما فيش سرير. والدتك عايز تعمل عمليه ايه؟ غضروف. صباغ غضروفي؟ ظهرها صباغ غضروفي؟ وعامله القرار اساسا من شهر 7 وجيت 4 5 مرات وجيت للدكتور هشام، كان الدكتور عصام، الدكتور خالد مجاهد اتصل بحضرتك وقلت لي تعالي يوم الدخول. جينا النهارده يوم الدخول برضه ترجعونا. على فكره يا دكتور، هم ما قصروش هنا معاها. يا شفت الميه على الرئه. بص يا دكتور، هم ما قصروش هنا معانا، بس حاجه بس الجهاز ده. الجهاز وهي تعبانه دي ما بتاكلش. ماشي.